قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كامالوندي إن بلاده لن تقبل ما وصفها بالمطالب المفرطة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويشير كامالوندي في تصريحاته هذه إلى طلب الوكالة المتعلق بضرورة تقديم طهران توضيحات عن ثلاثة مواقع يشتبه باحتضانها لأنشطة نووية ويعتقد على نطاق واسع أنها العائق الرئيس أمام التوصل لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي. في إطار المفاوضات بين إيران والقوى الدولية الكبرى بشأن ملف طهران النووي، لا يعرف في ملعب من باتت الكرة ومتى سيلقي بها إلى الطرف الآخر وكيف. المباحثات الهادفة لإقناع واشنطن بالعودة إلى الاتفاق الموقع بين إيران والقوى الكبرى عام 2015 استؤنفت في شهر نيسان من العام الماضي وعلقت في حزيران من العام نفسه، وبعد استئنافها في شهر تشرين الثاني الماضي علقت مجددا في شهر آذار من العام الحالي لتعاود الأطراف استئنافها بمبادرة أوروبية في الرابع من الشهر الحالي. بعد نحو أربعة أيام من جولة المفاوضات الأخيرة، قدم الاتحاد الأوروبي للإيرانيين والأمريكيين صيغة نهائية لمشروع الاتفاق، فقدمت طهران ردها، ثم قدمت واشنطن ردها على الرد الإيراني، والآن تدرس طهران الرد على الرد الأمريكي. أجواء ملف التفاوض العامة تشير إلى أن اللغم الموضوع حاليا في طريق الاتفاق زرعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتعلق بقضية العثور قبل أكثر من 10 أسابيع على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية لم تصرح بها طهران. بناء على ذلك تصر الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على ضرورة تعاون المسؤولين الإيرانيين مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ملف المواقع الثلاثة، وذلك ما ترفضه بشكل قاطع إيران التي تؤكد أن ملف المواقع الثلاثة سياسي الطابع، بل إن رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ذهب إلى حد التهديد بأن إحياء الاتفاق بشأن برنامج بلاده النووي مرتبط بشكل كامل بإقفال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المواقع المذكورة وبحصول طهران على ضمانات بشأن هذا الملف. ذلك ما ترفضه الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يؤكد مديرها العام رافائيل غروسي على أن وكالته لن تغلق ملف المواقع بدافع سياسي، غير أن التوتر بين الوكالة وطهران ازدادت حدته بعد كشف الوكالة عن تقرير ذكر أن إيران تمضي قدما في تحديث برنامجها المتقدم لتخصيب اليورانيوم. التقرير قال إن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة من ثلاث مجموعات متطورة من أجهزة الطرد المركزية في محطة تخصيب تحت الأرض بمنشأة النطنز. وبين معطيات الأخذ والرد بين واشنطن وطهران، يواصل المسؤولون الإسرائيليون مساعيهم الهادفة لتعطيل التوصل لاتفاق بشأن ملف إيران النووي أو تفصيل كثير من بنوده إن أمكن على مقاس مصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي. انضم إلينا عبر الهاتف الصحفي محمد المدحجي من لندن. أستاذ محمد مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا. كيف ينظر الأوروبيين إلى رد الفعل الإيراني والأمريكي على الصيغة النهائية التي قدموها؟ في البداية تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. إيران تصر على أن يجب إغلاق الجزء المتعلق بتفتيش المواقع العسكرية أو التي يعني تقول الوكالة الدولية بأنها مشبوهة بنشاط عسكري نووي سري ويجب تفتيشها. إيران تقول أنه يجب إغلاق هذا الملف إلى الأبد، وبعدها يمكن الحديث عن توقيع اتفاق، بينما الولايات المتحدة ترى بأنه يجب في البداية تفتيش هذه المواقع وإغلاق هذا الملف بعد تأكيد الوكالة الدولية على أن إيران ليس لديها أي برنامج سري عسكري في هذه المواقع المشبوهة، منها موقع طارشين لإنتاج الصواريخ البالستية بعيدة المدى، منها موقع آخر في مدينة قم
وموقع آخر في محافظة سمنان وسط إيران وإصفهان وشيراز، مواقع عديدة الآن تطالب الوكالة الدولية بتفتيشها، وإيران تقول أن تفتيش هذه المواقع لم يكن ضمن الاتفاق الموقع في عام 2015، والآن لا يمكن الحديث عن هذه المواقع وفق العودة أو صيغة العودة إلى الاتفاق النووي كما يتم الحديث عنه. لكن الولايات المتحدة تقول بأن ما يتم الآن التفاوض حوله هو صياغة اتفاق جديد وليس العودة إلى نفس الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في عام 2015. فلا نرى أن هناك تضارب في الرؤى، تضارب في القراءة لهذه نعم الرؤى. نعم، ولكن أستاذ محمد، هل هناك أي تقارير صحفية تتحدث عن دور إسرائيلي في الضغط على الولايات المتحدة من أجل إيجاد دائما بنود من أجل إبطاء العودة إلى اتفاق نووي أو العودة إلى اتفاق نووي كما تريد هي؟ يعني بطبيعة الحال دور إسرائيل معروف في عرقلة التوصل إلى اتفاق شامل كما يوصف، وإسرائيل أساساً الآن تخطط لإشعال فتنة جديدة في المنطقة من خلال أو الهجوم على لبنان أو الهجوم على الأراضي الفلسطينية أو زيادة الهجمات على سوريا والعراق، وإبقاء الباب مفتوحاً لها لنفسها حتى تشن هجمات داخل إيران بعض الأحيان. فموقف إسرائيل بجانب، لكنه مشكلة إدارة بايدن هي في الولايات المتحدة ورفض قاطع للحزبين لإعطاء إيران تنازلات كما فعله أوباما بإعطاء تنازلات هائلة لإيران خلال تلك الفترة لإرضاء إيران للتوقيع على اتفاق مع إدارته. والآن يبدو بايدن يريد أن يفعل نفس الشيء، لكن الآن هو يواجه مشكلة ليس فقط مع الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، أيضا هناك شريحة من الحزب الديمقراطي يرفض سياسة بايدن في التعامل مع هذا الملف. وبايدن الآن يريد أن ينتزع بعض الامتيازات من إيران حتى يقنع حزبه أولا بأنه إيران ستوقع على اتفاق معدل وليس نفس الاتفاق مع تنازلات، مع إعطاء إيران تنازلات في هذا الجانب. نعم، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا اليوم الأستاذ محمد المدحجي الصحفي، كنت معنا من لندن.